عشيرتكم اللعبة كلهم هناك. كنا كنتظروا تدخل الجامعة، فكان تدخلها بإصدار توقيف نصفي لمدة 12 مقابلة مع إيقاف التنفيذ. وفحص نقطتين من مباراة ديال طنجة، الوداد اليوم ليس لها أي مزاعي لا معك ولا مع غيرك. اليوم الوداد أنا شخصيا ليست لي أي طموحات كيفما كانت، اللي كيهمني هو مصلحة الوداد. يعني هذا تعبير للمدير ديال المساهم، بغينا نساهمو من منطلق لأنه إلى عاش من 7 سنين ولاده، هو كان واحد المشروع نورمالمون في المدة الانتدابية الأولى ديال مجلس مدينة الدار البيضاء 2003-2009. في ديك الفترة من المشاريع التي تم المصادقة عليها، تم توقيع واحد الاتفاقية مع لا فونداسيون للحسنة بور لونفيرونمون، اللي من خلالها تم تمويل برنامج ديال إعادة هيكلة حديقة الجامعة العربية. كيفاش غادي يكون هذا التصور؟ هو بإرجاعها إلى حالتها الأولية، يعني بدون حواجز أو موانع على مستوى الشارع الروداني، على مستوى شارع الحسن الثاني، على مستوى زنقة او ممر علي بن ابي طالب وكذلك ابن طفيل. اذا كان هاد المشروع هو هذا. فالمشروع كيجي باش يرجع الحديقه العربيه الى الجامعه العربيه. عرفت واحد مجموعه ديال التعثرات، ولكن في الاخير تم افتتاحه جزئيا. اليوم ارتأت السلطات المحليه مع مجلس المدينه باستكمال المشروع، وذلك بهدم قاعات وهدم ما تبقى من الاسوسياسيون ديال الميديترانيان، ديال الفلاحه، ديال واحد المجموعه ديال المنشات، باستثناء اللي هي مسجله باتريموني ستوريك، هي اللي ما غاديش تشملها عمليات الهدم. بطبيعه الحال دخلنا في مفاوضات مع السلطات ديال السلطات المحليه ومع مجلس المدينه اللي وقفوا عمليه الهدم، وقفناها. واليوم الحمد لله كنبشر الوداديين وبشر محبي الرياضه بصفه عامه بانه نادي الوداد اليوم كتوجد واحد الاتفاقيه التي ستتم المصادقه عليها في الدورات القادمه، في الدوره القادمه ان شاء الله ديال المجالس 3، لتمويل قاعه خاصه بنادي الوداد الرياضي لكره السله. كاين جوج ديال السيناريوهات حول المناطق اللي كنفضلوا ما نقولوش الاماكن ديالهم الى حين البث في البقعه اللي غتكون مخصصه ان شاء الله لبناء هذه القاعه اللي غتكون ان شاء الله. هنا كنبغي نتوجه بالشكر للسيد الوالي والسيد عامل عمله مقاطعات الدار البيضاء اونفا، وكذلك لعمده مدينه الدار البيضاء ولجميع المنتخبين والمجالس المحليه اللي قبلات باش تمول العمليه ديال الانتقال وديال بناء قاعه جديده. شكرا. ويسجل ودير تعرف وما تربحوش، ويدير تعرف على لاعب في البومب ما كانش في البومب، وتقبل ذاك التعرف من بعد 6 شهور. هذه اسئله بلا وسيله بلا وسيله بلا وسيله.